اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري، اللي بيتكلم فيها عن كل الاسلحه اللي بيستخدمها الجيش المصري والفتره دي او الموسم ده بالتحديد. بتكلم عن اسلحه المشاه الخفيفه، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن نوعين من اسلحه المشاه الخفيفه، وهما رشاش البي كي وسلاح الام 60. واول حاجه هبدا اتكلم عليها في حلقه النهارده وهو رشاش البي كي. والرشاش ده سلاح آلي رشاش متوسط ضمن مجموعه الاسلحه متعدده الاستخدامات. وبيتميز رشاش البي كي انه بيقدر يخترق معظم الاليات والدروع العسكريه ما عدا الدبابات وبعض دروع المدرعات. وبيتميز رشاش البي كي انه يقدر ان هو يصيب اهداف طائرات المروحيه اللي بتطير على ارتفاع منخفض. وبرده من مميزاته او من صفاته انه بيتم استعماله في معظم الجيوش اللي بتتسلح باسلحه شرقيه. وبيتميز برده رشاش البي كي انه بيتم استخدامه على نطاق واسع في الحركات الثوريه والحركات التحرريه. دلوقتي هنبدا نتكلم عن بعض الصفات اللي بتميز رشاش البي كي عن اي رشاش او اي سلاح تاني. واول حاجه هو نوع رشاش متعدد الاغراض وعيار الطلقه بتاعته 7.62 في 54 ملم، ومعدل الرمايه النظري الخاص بالرشاش 650 طلقه في الدقيقه، وطول الرشاش 1194.8 ملم، ومعدل الرمايه العملي الخاص بالرشاش 250 طلقه في الدقيقه، ووزن الرشاش 8.9 كيلوغرام، ووزن المنصب النهائي الارضي للرشاش 7.5 كيلوغرام، ووزن مخزن الطلقات لوحده 3.9 كيلوغرام، ووزن مخزن الذخيره 200 طلقه حوالي 8 كيلوغرام، ووزن مخزن الذخيره 250 طلقه حوالي 9.4 كيلوغرام. والمدى الفعال للرشاش من 1000 الى 900 متر، والمدى المجدي للرشاش 1500 متر، والمدى الاقصى للرشاش 200 متر، ونظام التلقيم في الرشاش بالغاز. ونوع الخطوط الحلزونيه داخل الرشاش 4 خطوط حلزونيه لليمين، ونوع الرمي آلي فقط. والسرعه الابتدائيه للطلقه 822 متر لكل ثانيه، ونوع التبريد بالهواء الطلق. ونوع التغذيه في الرشاش هو حزام بيحتوي على 100 او 200 او 250 طلقه. ونوع المنصب في الرشاش يا اما ثنائي غير قابل للفك او ثلاثي قابل للفك. من المزايا التكتيكية الموجودة في الرشاش كثافة نارية عالية ومدى قاتل كبير ودقة في الإصابة عند استخدام منصب السلاح. ودلوقتي هنتكلم عن مدفع الرشاش M60، وهو مدفع رشاش عيار 7.62 ملي، ويقدر الرشاش ده ان هو يضرب 600 طلقة في الدقيقة الواحدة. ويقدر مخزن سلاح ال M60 ان هو يشيل لغاية 200 رصاصة، وبيتم تبريد السلاح ده عن طريق الهواء الطلق. وقدر مدفع رشاش ال M60 ان هو يحل محل مدفع رشاش براونينج اللي كان السلاح الرئيسي للجيش الامريكي في الحرب العالمية الاولى والتانية. ودلوقتي هنبدأ كلامنا عن بعض مواصفات سلاح ال M60 او مدفع رشاش ال M60، وهو مدفع رشاش متعدد الاغراض وبلد الاصل امريكا. وبداية الاستخدام من سنة 1957، وبداية التصميم سنة 1940. والمصنع اللي انتج رشاش M60 هو المصنع ديناميكس، وتم انتاجه او بدايه انتاجه سنه 1957. وسعر الوحده من سلاح الام 60 هو 6000 دولار، ووزن الوحده 105 كيلوغرام، وطول السلاح هو 1105 ملي متر، والطلقه 7.62 في 51 ملم. وكميه الوقود اللي بيتم استخدامها في رشاش ام 60 غير معروفه لغايه الوقت الحالي. الطاقم اللي بيكون مستخدم للسلاح هما 3 افراد: مدفعي ومساعد مدفعي وصاحب ذخيره. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكمل كلامي معاكم عن اسلحه الجيش المصري. وهتلاقوا كل الكاب بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.